بسم الله الرحمن الرحيم، أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الصف السابع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة اللغة العربية. عنوان درسنا لهذا اليوم: من أجل قطرة ماء. هذا هو الجزء الأول. أهداف الدرس: عزيزي الطالب، يتوقع منك في نهاية الدرس أن تكون قادراً على أن أولاً تستخلص المغزى العام من القصة بمهارة، ثانياً توضح معاني الكلمات من السياق بشكل صحيح، ثالثاً تذكر الأحداث الرئيسة والفرعية في القصة بدقة. هذه القصة للكاتبة السورية لبنى ياسين، ولتعرف المزيد عن هذه الكاتبة اقرأ الإضاءة المعروضة أمامك الآن والموجودة في حاشية الكتاب في الصفحة 85 لتتعرف أكثر عن هذه الكاتبة. عزيزي الطالب، لاستخلاص الفكرة العامة في النص اقرأ القصة في الصفحة 85 والسادسة 86 للإجابة عن أسئلة القراءة الصامتة المعروضة أمامك الآن والموجودة في الصفحة 87، ثم استنتج المعنى العام لها. أظنك قد انتهيت من القراءة يا عزيزي، وتوصلت إلى إجابة هذه الأسئلة المعروضة أمامك. السؤال الأول: ما الصوت المزعج الذي كان يعاني منه ناصر؟ نعم، بالطبع هو ما توصلت إليه، إنه صوت صنبور الماء وهو ينقط ماء. أحسنت أيها المبدع. السؤال الثاني: كم تساوي كأس من الماء عند ناصر في نهاية الحلم؟ نعم، بالضبط هو ما توصلت إليه، إنما تساوي كل ثروته. السؤال الثالث: لماذا هرول ناصر إلى الهاتف في خاتمة النص؟ نعم، أحسنت أيها المبدع، إنما أراد أن يطلب السباكة ليصلح الصنبور ويفحص بقية أنابيب المياه لأنه عرف قيمة المياه. أحسنتم أيها المبدعون. والآن أعزائي الطلاب، تذكروا دائما أن المغزى العام للقصة يعني الهدف من القصة والعبرة التي يريد الكاتب إيصالها، وعلى ذلك فإن المغزى العام لهذه القصة هو، نعم أحسنت أيها المبدع، إنما هو ضرورة المحافظة على الماء وعدم التهاون في إسرافه والانتباه لأهميته. والآن أيها الأعزاء، لاستنتاج معاني الكلمات من السياق وتحديد الأحداث الرئيسة في القصة، اتبع الإرشادات والتعليمات الآتية: أولاً، استمع لقراءة المعلم، ثم أوقف المقطع واقرأ القصة كاملة قراءة جهرية معبرة. ثانياً، عد إلى الشرح وانتبه إلى أسئلة المعلم وأجب عنها. ثالثاً، اكتب الأحداث الرئيسة الواردة في القصة بتسلسل في دفترك على شكل نقاط. رابعاً، حاول أن تفهم معنى الكلمة المختارة من خلال السياق والجملة الموجودة فيها وربطها بمعنى الكلام الذي يسبقها ويتبعها، ومن خلال استخدامك السابق لها ولمشتقاتها. أعزائي الطلاب، حان الآن وقت القراءة الجهرية. استمع إلى قراءة المعلم من أجل محاكاتها فيما تبقى من فقرات النص.
ناصر يكاد رأسه ينفجر من دوي الضربات المائية فوق دماغه بطريقة مرعبة. وضع الوسادة فوق رأسه علّه يهرب من هذا الصوت المزعج، إلا أنه لم يفلح بل استمرت الضربات. تباً لهذا الصنبور، منذ شهور وهو ينقط بالطريقة نفسها، إلا أنها المرة الأولى التي يزعجه فيها ذلك فعلاً. ربما كان السبب في ذلك طفليه اللذين فاجآه وهو يغسل سيارته، فأخذا يسردان عليه كلما قالته لجنة ترشيد استهلاك المياه في زيارة للمدرسة في أسبوع التوعية لتعليم الأطفال فوائد الترشيد، كي تطلعهم على مضار هدر المياه بطريقة مستهترة. طق طق طق، بصوت صنبور المياه تنتهي فقرتنا. والآن أبنائي الأعزاء، تعالوا بنا لنتعرف معاني الكلمات من خلال السياق، وكذلك نستخلص الحدث الرئيسي في كل فقرة. لاحظ الكلمات التي وضع تحتها خط. يكاد ناصر يكاد رأسه، ما معنى يكاد؟ نعم أحسنت أيها المبدع، إنما يقصد بها يقارب أو يقترب. أيضا لاحظ كلمة دوي التي وضع تحتها خط، ما معنى دوي؟ نعم مأخوذة من الصوت الدائم والمستمر، وهو يختلف باختلاف السياق. إذن دوي معناها هنا صوت متكرر ومتردد. أيضا لدينا كلمة يفلح، ما معنى يفلح؟ كما في قوله قد أفلح المؤمنون، نعم أيها المبدعون، أي فازوا ونجحوا. إذن يفلح معناها ينجح. فما الحدث الرئيس في هذه الفقرة؟ نعم أسمعك أيها العبقري الذكي. إذن الحدث الرئيس في هذه الفقرة هو انزعاج ناصر من صوت صنبور الماء أثناء محاولته النوم. بارك الله فيكم. فماذا عن الفقرة الثانية؟ انتبه إلى هذه الكلمة التي وضع تحتها خط. فما معنى كلمة ترشيد الواردة في هذه الفقرة؟ نعم أسمعك أيها العبقري. ترشيد هنا معناها الاقتصاد أو الاعتدال. كذلك لدينا كلمة هدري، ما معنى هدر المياه؟ كلمة هدر معناها في هذه الفقرة بالطبع أيها الذكي إضاعة المياه دون فائدة. نعم كذلك من الممكن أن نستخدمها في هذه النصيحة كما في قولنا لا تهدر وقتك كله في اللعب، أي تضيعه دون فائدة. إذن فما الحدث الرئيس في هذه الفقرة؟ وهو الحدث الثاني. نعم أحسنت أيها الذكي العبقري، وهو استذكار ناصر لنصائح ولديه حول أهمية المياه والمحافظة عليها. فماذا عن الفقرة الثالثة؟ انتبه إلى هذه الكلمات المخطوطة باللون الأحمر، بالطبع ستجد معناها في حاشية الكتاب على هذا النحو في الصفحة 85. فماذا عن الكلمات التي تحتها خط؟ مثل كلمة الاستغاثة. استغاث الغريق أي
طلب المساعدة والنجدة والغوث. إذن الاستغاثة معناها طلب النجدة والغوث. وكذلك وهو في أمس الحاجة، ما معنى أمس الحاجة؟ نعم أيها المبدع، إذن أمس الحاجة معناها أشدها وأكثرها إلحاحا. فما معنى كلمة استكان الواردة في هذه الفقرة أيضا؟ استكان مستسلما من السكون، إذن استكان معناها خضع وضعف. أحسنتم أيها المبدعون. فما الحدث الرئيس في هذه الفقرة؟ نعم أحسنتم أيها المبدعون، إنما هو نوم ناصر رغم انزعاجه من صوت الماء. أبنائي الأعزاء، عليكم أن تواصلوا قراءة الفقرات من خلال ما تعرفناه وبالطريقة نفسها في الفقرات الثلاث السابقة، واستخلاص معاني الكلمات من خلال سياقها، ثم استنباط الحدث الرئيسي في كل فقرة. هذا فيما تبقى من أحداث القصة، والاستعانة والاستشراف بما يعرض عليك من خلال هذا المقطع. أخيرا أيها الأبناء الأعزاء، عليكم أن تجيبوا عن أسئلة الكتاب المدرسي المعروضة أمامكم في الصفحة 87 و88 من أجل استنباط معاني الكلمات من سياقها، ثم مقارنة الإجابات بهذه الإجابات المعروضة أمامك لتتأكد من صحتها. كذلك أيها الأبناء الأعزاء، عليكم أن تستخلصوا الفكرة العامة والمغزى من هذه القصة من خلال الإجابة عن هذه الأسئلة الواردة في الصفحة 88، وكذلك مقارنة إجاباتكم بهذه الإجابات المعروضة أمامكم للتأكد من صحة هذه الإجابات. أبنائي الأعزاء، بختام هذه الأسئلة والإجابة عنها نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. دمتم في أمان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.